هاي، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير الورق العنب بالزيت. أول شي منبلش بتقطيع عودة الورق العنب بهيدا الشكل. منضيف الورق العنب لمي غلينا من قبل، بعدين منغمسهم شوي بالماي لحتى يوصلوا الماي. بعدين مننطر لحتى يتغير لونهم، بس بدنا ننتبه كتير انه ما نحطهم كتير على النار. بعدين منصفيهم من الماي وهيك بيكونوا جاهزين لنلفهم. وهلأ المكونات للحشوة. كل نص كيلو ورق من العنب بده كبيتين من الرز، 4 حبات من البندورة، ليمونتين وضمة بقدونس، وكمان بدنا نص كباية من زيت الزيتون ونعناع يابس. منضيف الرز وبعدين منضيف البندورة. منضيف البقدونس. منضيف زيت الزيتون وبعدين منضيف ليمون. منضيف الملح. منضيف النعناع اليابس. منخلط المكونات بشكل كتير منيح. وهيك بتكون الحشوة جاهزة. منحط شوية بطاطا وجزر على سفلة الطنجرة بهيدا الشكل. منضيف زيت الزيتون. منحط الورق العنب من الجهة اللي بيكونوا العروق مبينين طالعين. وهلا منبلش نقرب الجذوع على الورق العنب ومنحط الحشوة ومنلفها بانتباه. وهيك بيكون خلص لفة. بدي ارجع اعيد انه تلفوها منيح احلى ما تفرط معكم. وهيك منحطهم بالطنجرة. منضيف الملح، زيت الزيتون، منضيف ليمون، منغطيهم بصحن ومنضغط على العيون منيح. بعدين منحط فوق الصحن زبدية ومنعبيها بمي. كمان منضيف شوية مي على الصحن. منضيف شوية ثوم عشان الطعمة. وهيك بيكون الورق العنب جاهز بعد ما تغلي المي. وفيكن تستخدموا ميتهم كصوص لألون. منشيل الزبدية والغطاء. وهيك بيكون الورق العنب جاهز للتقديم. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، واذا عندكم اي سؤال تسألونا تحت بالكومنتس. باي، نشوفكم بالفيديو الجاي.